السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير. وانت طيب وبألف صحة وعافية يا رب. معلش استفسار بس يا شيخنا، انا والدي رحمة الله عليه توفى من سنة، ولما توفى انا الولد الوحيد، يعني عندي 4 اخوات بنات، اخت من ام وثلاثة من زوجة اولى. انا الولد من زوجة تانية. ايوه الوالد كتب البيت اللي هو يملكه لي انا، بس ما كتبش حاجة للبنات، وانا كنت عايز، يعني عايز ارجع الحاجة دي للبنات، يعني ارجعها الميراث الشرعي بتاع اخويا. تمام. بس في زوجته الاولانية كانت شغالة معاه، وكانت بياخد يعني، والدي كان بياخد الراتب عندي لي بتاعها عبد من الرحمن. شغلها ويبني بيه البيت ده. ايوه تمام. وبعد كده حصل انفصال بقى بينهم، وانفصلوا، فأنا دلوقتي بسأل، هل ده كده الجزء اللي خده ده وندادين عليه يتسدد قبل التركة، ولا أرجع الحاجة لإخواتي البنات بدون التطرق للمبلغ ده خالص؟ يعني الآن أبوك مات وترك من؟ أنا و4 أخوات بنات، بنات، أخت شقيقة أخت شقيقة، وثلاثة من زوجة أولى والزوجة الأولى طلقت. طلقت. طلقت وكانت تدفع في البيت، كانت تدفع بالبيت. كان بياخد الراتب بتاعها ويدفع ده على اساس كلامها هي. انا ما اعرفش الكلام ده، هو كلامها هي اللي بتقول الكلام ده، انها هي في اثناء شغلهم سوا بره كان بياخد الراتب بتاعها وعلشان يشتري الارض ويبني البيت. وبعد كده حصلت مشاكل ما بينهم، هي بتقول ان هو كان وعدها ان هو الامر يكون مناصفة بيني سؤال وبينه. سؤال 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 عندها بينات بهذا الذي تذكره؟ بيانات يعني حاجة مكتوبة؟ أيوة. لا، طيب في شهود بهذا؟ الشهود الحقيقة أنا ما سألتهاش في شهود في الموضوع ولا لا، بس أنا على أي حال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام. لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو أعطي، يعني لو كل واحد يدعي حاجة، الناس هتاخد فلوس ناس بغير حق. فأنت الآن مشكورا، نشكرك وجزاك الله كل خير. رد البيت للتركة العامة، أخواتك البنات الثلاثة سيأخذون نصف التركة، وأنت وأختك نصف التركة، إنك أنت لك ضعف البنت، فأربع بنات وولد يعني ستة أنصبة. ستة أنصبة لكم، ثلاثة أنصبة أنت وأختك، والأخريات ثلاثة أنصبة. كنت تستطيع حتى تدفع المشاكل تقوم الثلاث أنصبة التي تخصهم نصف البيت وتعطيهم الثمن، يكون أفضل من الدخول في مشاكل بما يرضي الله. بما يرضي الله أفضل من الدخول في مشاكل. إن كان معك مال قيم البيت مثلا بمليون بما يرضي الله. لكم يا أخوات البنات، أنتن الثلاثة نصف مليون، وأنا وأختي نصف مليون كمثال. السؤال الشيء الآخر، هل أمك على قيد الحياة أو ماتت؟ لا، توفيت. توفى بعد أبيك أو قبله؟ لا، قبلي. لك جدة؟